السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع لكم اليوم في فيديو جديد، فيديو راح نستعرض فيه القائد المصري مع الحضارة المصرية تحمس الثالث. طبعا القائد راح يوصل حق الجميع بعد 5 أيام، سجل دخوله مدة 7 أيام، حاليا مر يومين من تاريخ تسجيل هاي المقطع، فراح نستعرضه مع بعض ونشوف شنو عنده، نشوف شنو المهارات اللي عنده. المسار ماله رماه براعة دعم، البراعة والدعم جدا ممتازين، وراح يكون مساره مثل ما هو معروف طبعا رمى. خلينا نشوف المهارة الأولى شنو عنده. تسبب ضرر مباشر أو يسبب ضرر مباشر إلى ما يصل إلى 3 أهداف على شكل أو في منطقة على شكل مروحة أمامية. عامل الضرر 1000، تقلل الضرر الذي يلحق بكل هدف بنسبة 15%، كل هدف إضافي يقل 15 15 15. يصاب الهدف بتقليل الشفاء بنسبة 30% لمدة 5 ثواني. فلو كان القائد يعالج يقدر يقلل من نسبة العلاج بنسبة 30% لمدة 5 ثواني. هاي المهارة الأولى. المهارة الثانية، تكسب جميع الوحدات الرماة التي يقولها القائد 15% زيادة في هجوم الرماة، ومكافأة سرعة المسير بنسبة 10%، وتلحق القوات ضررا إضافية بنسبة 15% خارج إقليم التحالف. يعني مثلا لو تلعب في الأرك مثلا كمثال، أو خارج أراضي التحالف أو في الأحداث، فهو يسبب ضرر مكافأة أو مكافأة ضرر بنسبة 15%. والله قوي كأرقام. يعني تزيد دفاع وحدات الرماة بنسبة 10% على الخريطة، وكل هجوم للقوات لديها فرصة 10% للحاق تأثير سلبي بالهدف، مما يزيد من ضرر المهارة التي تلقاها بنسبة 15%، يمكن إطلاقها للتأثير مرة واحدة كل 8 ثواني. المهارة الرابعة، تتلقى القوات بقيادة هذا القائد ضرر أقل من الهجوم المضاد بنسبة 10% عند تعرضها للهجوم. هناك فرصة بنسبة 10% للحاق ضرر المهارة بالهدف، عامل الضرر 700، يمكن إطلاقها للتأثير مرة واحدة كل 8 ثواني. بعد استخدام مهارة النشاط تلحق القوات ضررا عاديا إضافي بنسبة 30% لمدة 3 ثواني، يمكن إطلاقها للتأثير مرة واحدة كل 8 ثواني. طبعا كل 8 8 8، لو نلاحظ المهارة الخاصة فيها 8 ثواني، يعني كل 8 ثواني تتفعل المهارة. المهارة الرابعة 8 ثواني، المهارة الثالثة 8 ثواني. فما أدري شنو الجزئية في هاي النقطة، ممكن إنه يفعل المهارة الأولى، يفعل المهارة الثالثة، يعني تكون الأولى الثانية ما يقدر يفعلها، الثالثة تفعل بهاي الطريقة. ممكن يعني لو حسبناها إنه كل 4 ثواني يفعل مهارة كافتراض، يعني مع إن هي فيها حسبة، بس بشكل عام قاعد أشوف مهارات مش سيئة مقارنة بالقادة العاديين. مهارات أفضل شوي يعني بنسبة معينة، مع إن ما أتوقع الأمانة على ميدان ما أتوقع إنه راح يكون يعني لا كلمة، لأن هاي الكلام بالمنطق من رأيي. بالعكس لو كان ممتاز أفضل لي أو أفضل للجماعة أو أفضل للعموم. بس كقائد، تخيل أنت مثلاً تفتح لك حساب تختار الحضارة المصرية وعندك قائد أوفي، أو مثلا قائد أفضل من باقي القادة، كان يتكلم كقائد جيل أول، راح تدمر لو إياك فعليا. بس بشكل عام مبدئيا قاعد أشوف أن مهاراته مش سيئة، ممكن لو كان عامل ضرر 1200 كان أفضل شوي. الثاني اللي عنده أن المهارات تتفعل كل 8 ثواني، أو مو كل المهارات، أجزاء من المهارات تتفعل كل 8 ثواني. هاي القائد ما أتوقع أن الناس راح تشتغل عليه مبدئيا، صعب جدا أن هي تشتغل عليه، خاصة أنه نازل مع قادة رما في نفس الوقت. يعني الناس راح تركز على بوديكا المطورة، راح تركز على هنري، فأبدا تحمس الثالث ما راح يكون أولوية أبدا أبدا أبدا، مع أن عنده مهارات بشكل عام يعني معقولة، أو خلينا نقول جيدة. مكافأة ضرر 15، عندك هنا مكافأة دفاع 10، ممكن قليلة شوي، بس عندك هنا ضرر المهارة متلقى، ضرر المهارة يزيد بنسبة 15، فأنت هنا عندك 15 شوي 15، تتكلم عن 30% ضرر المهارة. في نفس الوقت قلل من الهجوم المضاد بنسبة 10%. نفس الوقت عند عامل ضرر مباشر 700، فممكن لو جمعتهم، مع ان هي فيها نسبة عشان تتفعل بنسبة 10%، لو جمعت هي القسم الثاني منها مع المهارة الاولى تقريبا، خلنا نقول مش تنحسب هاي الطريقة، بس خلنا نقول تقريبا تنحسب 1700 عامل ضرر مباشر. هنا عندك عامل ضرر مباشر 700 بس تتفعل بنسبة 10%، يعني الشانس مالها، وهنا عندك 1000، فيكون عندك 1700. اتوقع ان راح يكون جيد الى جيد جدا في الميدان اي كمبدئيا. من الاشياء اللي لاحظتها ان لو مثلا استخدمت تحمس الثالث اساسي واستخدمت نفس الشيء القائد اللي جمعه اللي هو الملحمي، خلينا نقول في بداية اللعبة، احس انه قاعد يأدون، يعني المهارات قاعدين يكملون بعض، فيهم قوة، رغم ان ملحوتم ملحمي، بس انه قاعد اشوف انه معقول هاي القائد يكون ثانوي. انت راح تحصل اول شيء تقليل الغضب 150 نقطة، لانه 50 في 3، 50 50 50، وفي نفس الوقت يزيد الضرر حق، خلينا نقول ان هي مسيرة رما في نفس الوقت سبورت، مع انه ما تركب الرما ما يصمد بشكل عام، فما ادري شلون راح يكون دعم وهي رما. في نفس الوقت راح يكون عندك دفاع اللي ناقص في هاي القائد، ما عنده اي شيء دفاع، مع انه عنده الحد من
الأضرار المتلقة ممكن نحسبها دفاع، فراح يكون عندك دفاع 15 هاي مال حامية ما لنا علاقة فيها. في نفس الوقت راح يكون عندك الحد من ضرر المهارة، واثنينهم عندهم تأثير سلبي، وكل هجوم للقوات لديها فرصة بنسبة 10% للحق تأثير سلبي بالهدف، ما يزيد من ضرر المهارة التي تلقاها بنسبة تكلمنا عنها بنسبة 15%. فقاعد تشوف ان مهاراتهم معقولة، يعني اكيد دا كان ملحمي الثانوي راح يكون يفرق، بس انا قاعد اشوف كقائدين اشوفهم انه قاعدين يكملون بعض او يزيلون من مهارات بعض. وبس هاي كانت نظرة سريعة على التحمس الثالث، خلنا ننطر نشوفه بعد ما ينزل شنو راح يكون وضعه. بس مثل ما قلت ما اتوقع انه راح يكون تركيز عليه، خاصة ان الرمال جدد نازلين حاليا، فصعب صعب صعب ان تركز مع قائد تبع حضارة وتترك قائد الجيل الجديد او قادة الجيل الجدد اللي مختلفين تماما عن الباقي. يعني من القادة هنري اتوقع حتى ميدان راح يأدي. وبس حقا كل المقطع لا تنسون لايك وسبسكرايب، شكرا على المتابعة ومع السلامة.